كابتن حمزه كان ليه تصريح جميل جدا، قال لك انا بكسب ماتش ببقى احسن مدير فني في مصر واجمد مدير فني في العالم، بخسر ماتش ببقى لازم امشي وببقى اسوأ واحد في الدنيا. هل دي آفة موجوده عندنا مش بس في الاسماعيلي بشكل عام، وازاي اللعيبه تتعامل مع الموقف اللي حصل الاسبوع اللي فات ده، او ازاي هو يقدر يتعامل مع اللعيبه بعد الموقف اللي فات خلال الاسبوع الماضي؟ موقف صعب، لكن خلينا نتفق الاسماعيلي مش بيدور على نقطه ولا اتنين ولا تلاتة. لو الموضوع كده يبقى الموضوع سطحي جدا. الاسماعيلي بيدور النهارده على شخصيه فريق الاسماعيلي، الفرقه القويه العنيفه اللي تقدر تكسب اي حد. وده فقد الشخصيه دي، وده افقد التيشيرت نفسها بتصرفات اداريه كتير مش السنه دي، على مدار فتره طويله. ده حصاد، انت النهارده بتحصد اجواء اداريه معظمها سلبي، معظمها ما فيهوش فيجن، ما فيهوش رؤيه، ما فيهوش صناعه الاسماعيلي. اسماعيليه اساسا ارض بتطلع مواهب، نجوم، منجم، نجوم. افقدت الاسماعيليه بفكره اللعيبه اللي عمال تجيبهم وما لهمش قيمه وبيخشوا صنايعيه، عمال مش محترمين، مش فاهمين، مش مقدرين معنى كلمه تيشيرت الاسماعيليه. فده كان مردوده، لعيبه بتتكلم ادائهم الفني اقل من المتوسط، اقل من المتوسط، وبتيجي تجيب مدير فني من ابنهم منهم، وبتجيب معاه مدير كوره منهم ابنهم، نجوم، ستار، عملوا تاريخ، لبسوا تيشيرت منتخب مصر من خلال نادي الاسماعيلي، وبتقول ابني. ما هو انت لما تختار وترجع في اختيارك ده غلطه منك مش من اللي بتختاره. زي نفس موقف ايهاب جلال، لما جبت ايهاب جلال ورجعت في كلامك دي اهانه لاتحاد الكوره مش لايهاب جلال، واوعى ايهاب جلال يبقى حساس من الموقف، هم اللي غلطوا. هنا نفس الشيء بيتكرر. حمزه الجمل راجل لعب 6 ماتشات يا جماعه، كسب 2 وتعادل 3 وتغلب 1 منطقي من الزمالك. يعني اساسا مجموع نتائجه مقبول، مع ما انت برضو مش هو بتطلب. حتى وهو على فكره حتى ماتش السيمي فاينال كابتن ايمن هو كان غير موفق تماما، يعني ماتش المحل لكن مع كواليتي لعيبه ما يدكش اكتر من كده. ما انت ما تجيش تحاسبني وتطلب مني نتائج وانت مش مهيئ لي لعيبه، ده انت عامل نكته كوميديه ضحكه باكيه ان انت بتتعاقد مع لعيب دلوقتي وبتقول انا جبت لعيب ونزل الملعب يا ابو جريشه يعني ولا لسه ولا دي. انا اقصد هتبقى كارثه، حتى ده مش وقته. تصدق ما تفقدش، ده انت كل اللي بينك وبين اي لاعب صناعه ثقه دلوقتي، لكن مش هتزود منه مهارات، مش هتطلع منه منتوج قوي فني، مش هتقدر تطلع منه اي حاجه. انت كل اللي هتقدر تلعب عليه مناطق الثقه، ان انت تقنعه ان هو قد التيشيرت دي، قد الجمهور ده اللي في ظهرك، قد ان انت تقدر، وبتبني ثقه. عشان كده هو ده عمليه البناء. الموقف ده ياثر على الاسماعيلي يا كابتن ايمن؟ الموقف ده ياثر عليهم ويقل من مجلس اداره. في واحد زي يحيى الكومي معجون اسماعيليه، رئيس النادي وبيحب ومحب غير عادي، ومعاه تيم مجلس اداره محترم على راسهم خالد زين، وخالد زين ده ولد دماغ كوره، هو عبقري كوره، ولد من الشباب اللي انا بحبهم بصراحه. خالد زين من الولاد المحترمين قوي والاذكياء قوي، بس واضح ان كمان درجات التفاهم على الترابيزه مش متكامله. صناعه المستقبل، صناعه بكره، صناعه فرقه الاسماعيليه مش واضحه. تمام. حمزه الجمل هيكمل لاخر الموسم، ده لازم يبقى قرار مش تحت اختبار، مش كلام، ما يبقاش فيه كلام كتير. ده الاستقرار، ان انت تعلن كده هو دي الامكانيات اللي عندي، ده المدير الفني اللي هكمل بيه لاخر الموسم. هنا بتصنع مستوى تاني. ماتش المحله هارد لك، ده كان ده تعادله في اخر ثواني وعملوا ماتش وضيعوا فرص الاسماعيليه غير عاديه. وحمزه الجمل مدير فني محترم قوي هو ومعاه حسني عبد الرب.